ماشي يا حسن. ايه معلش يرد عليكي؟ عنده حق والله. خليكي في حالك يا شمس. انا في حالي بس بنبهك، اصل الراجل ما يحبش الست النكديه اللي راكبه فوق راسه ليل مع نهار، دماغها واكلاها وسوسها عماله تاكل فيها وجتتها ولا على حامي ولا على بارد. طب انصحي نفسك يا اختي انت الاول، على الاقل كان زمان الراجل في ديلك. طب ما تتعظي مني انا. مالكيش دعوه بينا يا شمس، خليكي في حالك، اصل انت يا حبيبتي لمؤاخذه صعبان عليا قوي، اصل الست المتطلقه دي بتبقى عامله زي اللي رقصت على السلم، محدش بياخد باله منها. ما هي لو لقيت راجل بقى تتسند عليه اخر الليل وتقول له على اللي وجعها ما كانش بقى حلها كده. لسانك طويل عايز قطعه زي لسان امك. لسان بنتك اللي عايز قطعه مش لساني انا. ما هو الوقت كده لما يتحكم يشوفش عفشته. خلي بالك بقى انت وبنتك، عشان انا لحد دلوقتي ما وريتكمش وش التاني. ولا انت شفت كمان وشي من فوق؟ زقيها زقيها من فوق يا بنت. بيرجعوا ليه؟ جرى ايه؟ الحين يا عمتي عايزين يوقعوني من على السلم. ما تخافيش يا بنت. ايه يا جبريه؟ ما حدش يقرب لها. دي كدابه. انا كدابه؟ والله العظيم ما بكذب. لا كدابه. ايه فوزيه؟ هتقومي على عمها ولا ايه؟ ولا انتوا فاكرين عبد الحكيم خلاص مات هتركبوا دلدل رجليكم؟ لا انا ست البيت ده وبنتي ستكم كلكم، وانتي اللي قلتيه ده انا هدفع الثمن غالي. جبريه عايزه تموتيني زي ما موتي فريده مش كده؟ بس يا بنت يا ريتال تعالي معايا. فيه يا ست جبرية؟ فيه؟ شمس حزينة ومجهورة. حد زعلها ولا ايه؟ ريتال الله يحرقها. طب سيبيها لي انا هتكلم معاها. ارتاح انت وانا هشوفها. روحي. ورحمة بابا يا عمتي، ورحمة بابا زي ما بقولك كده. اياكي تحلفي. يعني عايزاني اعمل ايه يا عمتي؟ خلاص مش جت سليمه والحمد لله ولا كانها حصلت. عايزاني اسكت؟ بقول لك كانت عايزه توقعني من على السلم. زي ما هي سكتت على اللي عملتيه معاها زمان. بس حسن لازم يعرف. انا مش عايزه حسن يعرف حاجه عن الموضوع، ولو عرف هقول له ان انا كنت واقفه وانك كدابه. في ايه يا عمتي مالك؟ ما انت شفتيها وهي عايزه توقعني من على السلم، مكدبه عليكي كمان؟ بقول لك ايه يا ريتال؟ انا اللي هقفلك. اسمعي مني الكلمتين دول يا بنت الناس، اذا كنت عايزه جوزك يفضل معاكي وما يتفش منك ما تعمليش معاه كده. حسن لا بتاع هم ولا غم ولا نكد، واذا طفش مش هتعرفي ترجعيه. لو عايزه جوزك يبقى زي الغريبه في يدك وتبقى عنده فوق الكل، اعمل اللي مستنيه منك. اللي هو تحادي على بيتك، تحب امه واخته، تتكني في بيتك وتهدي سرك، وده آخر الجول.